ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عملت لكم مدفونه البطاطس، شايفين شكلها تحفه قوي، جميله جدا. يلا نشوف بقى الطريقه، سهله وجميله عشان نبقى نعملها. وهي بتبقى حلوه قوي عشان هي بتبقى في حله واحده، ما بتاخدش وقت. لو بتشوفوا قناتي لاول مره اشتركوا في قناتي ولايك للفيديو لو عجبكم. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه خالص، هنعمل مدفونه البطاطس او كشري البطاطس، كده صح وكده صح، اللي يعجبكم بقى الاسم اختاروه. هنحتاج لها هنا بطاطس قطع الحجم ده عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش وقت، وهنا صلصه الطماطم وبصله متوسطه قطع صغيره، هنا كوبايتين رز مصري انا غسلاه ومصفياه عشان بيساعدني على طول ان انا اشتغل بيه، التوابل نص معلقه فلفل اسود ناعم، معلقه كمون، ربع معلقة صغيرة حبهان بودر، ومعلقة ملح، وهنا الشوربة اللي هنسقي بيها البطاطس، وهنا معلقتين سمنة عشان الوصفة بتاعتنا. يلا بينا نبدأ. جبت حلة على النار واحط فيها المعلقتين السمنة واسيبها تسخن شوية، دي اول حاجة. ولما سخنت هننزل بالبصل ونقلبه. خلاص شوحت البصله كده، انا مش عايزه اديها لولا، انا بشوحها بس. هنزل بالصلصه دلوقتي، وبعد ما تسبكت شويه هنزل بالتوابل ونقلبها كده، واحط الشوربه. وبعد ما نزلت الشوربه وسبتها تغلي شويه احط البطاطس دلوقتي. بسم الله، نحط بالراحه كده عشان ما ترتش علينا وتعمل مشكله لانها بتغلي، خلي بالنا. هسيبها بقى تاخد غلوتين كده بس ما تدخلش في السوا، وبعدين هنحط الرز. وبعد ما غطيت عليها وسبتها كده حوالي 4 دقايق على نار هاديه، هنشيل الغطا دلوقتي وهنزل بقى بالرز. بسم الله، ونقلبها كده ونهدي عليها النار خالص بقى لحد ما تستوي. ده شكل الطبق بتاعنا بعد ما غرفناه، جربوه وقولولي ايه رأيكم.